عصفور المنتخب اليوناني بعد الأولى لتشوليباس جاءة الرأسية لسامراس هذه خطيرة جول مترو كلو سجل الهدف للمنتخب اليوناني وقرب البعيد قرب اليونان من المونديال هدف صعب المهمة على الرومانيين نتيجة المباراة الدائر 3-1 واليونان تتقدم في هذه اللحظات. هل كان التسلل في اللقطة الماضية؟ مترو كلو كما قلت القلب النابض القناص والهداف كان حاضرا في الموعد استلم كرة وجه لوجه مع تاتا روسانو هذه الإعادة فعلا 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 هنا مترو كلو يتخلص هنا من الرقابة يجعل مدافعي المنتخب الروماني مراوغه ممتازه لمن الكساندرو ماكسيم للجهه اليمنى هوبان يعطي باس ممتاز لماكسيم عمليه ثنائيه رومانيا تعدل النتيجه في هذه اللحظات بعد مترابطات ولا اجمل في عمق دفاع المنتخب اليوناني ياتي الهدف اخيرا هدف الامل شاهدوا مره اخرى التمويه الممتاز تصل سريعه والخطا الفادح خطا فادح يا تورسيديس ماذا فعلت يا تورسيديس هنا في اول اختبار مع بدايه الشوط الثاني تسجل ضد مرماك هذه اللقطه هذه اللمسه المنتخب اليوناني هذه إعادة وتسديدة مانياتيس وجدت الحارس تاتاروسانو بينما لقطة الهدف أعتقد لم يكن تسلل هنا الدفاع حاول أن ينهج خطة التسلل مصيدة التسلل ولكن الرومان هم من وقعوا في الفخ ومترو كلو هو من نجح وتحدى المدافعين وانسلب طريقة جميلة جدا ليسجل الهدف لفائدة المنتخب اليوناني هدف المنتخب اليوناني هذه إعادة وتسديدة مانياتيس وجدت الحارس تاتاروسانو بينما لقطة الهدف أعتقد لم يكن تسلل هنا الدفاع حاول أن ينهج خطة التسلل مصيدة التسلل ولكن الرومان هم من وقعوا في الفخ ومترو كلو هو من نجح وتحدى المدافعين وانسل طريقة جميلة جدا ليسجل الهدف لفائدة المنتخب اليوناني هدف بينما لقطة الهدف أعتقد لم يكن تسلل هنا الدفاع حاول أن ينهج خطة التسلل